الله وبركاته. مرحبا بكم شهوات أم أدم بدون جلوتان، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا إن شاء الله بطبوط بدون جلوتان بالخميرة بلدية فقط، كيف ما حطيت لكم الطريقة والوصفة على الفيديو، وكيف ما حطيت لكم الرابط مع الفيديو تاع الوصفة ديال الخميرة اللي كنت من قبل محضراها. دابا غادي نشارك معكم هاد الوصفة ان شاء الله. من بعد ما اختمنا عندنا هاد الخميرة هادي كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نزولوا الثوم من القرعة، وغادي نعجنوا بهاد الخليط ديال الخميرة بلدية. هو اللي غادي نعتمدوا عليه ان شاء الله، لان الاشياء الصحيه كلها مفيده للذات عندنا، وخصوصا حنا السيلياكيين. غادي نحتاجوا لهذا البطبوط، غادي نحتاجوا الحنطه السوداء بدون جلوتين، هي هذه العلامه، وغادي نحتاجوا دقيق الاسمر بدون جلوتين، وغادي نحتاجوا دقيق خالي من الجلوتين. انا غدا نستعمل شارميكس بي، نتوما عندكم بريباراتو ماشي مشكل، خدموا به. غادي نحتاجوا ملح، وغادي نحتاجوا ماء للعجن، وغادي نحتاجوا زيت زيتون، غادي نضيفه في اخر لحظه. بالنسبه للانواع ديال الدقيق، غادي نستعمل كاس من الحاجه. هذا هو الحنطه السوداء، انا مازال عندي كاس، غدا نضيف هنايا كاس منه، وغدا نضيف كاس من دقيق خالي من الجلوتين. انا استعملت هنا شارميكس بي، وغادي نستعمل كاس من الدقيق الاسمر. الصراحه هذا البطبوط كيجي رائع وكيجي لذيذ، ودائما كيف ما عودتكم يعني الاكل الصحي في الحميه ديالي. بالنسبه لينا حنايا يعني كناكلو غير هاد الدقيق اللي تيكون هنايا يعني معلب، ما عندناش البديل. بالنسبه لكم نتوما في المغرب يمكن لكم هذا الملح، هذا بالنسبه لكم نتوما في المغرب يمكن لكم تمشيو الرحبه وتكيلو يعني من الرحبه من الاحسن، وكتغسلوه وكطحنوه بيديكم. الخميره اللي عندي هي هذه اللي كنت حضرت معكم وشاركت معكم الفيديو ديالها. غدا نحتفظ بالقليل فقط، الصراحه الرائحه ديالها رائعه، ما نوصفش لكم زعما الريحه ديالها. وكنتحداكم ما تحضروش هاد الخميره، الصراحه كتجي رائعه وكتجي لذيذه. دابا انا بدون اضافه ماء غادي نخلط هاد الخليط اللي عندي كله حتى تندمج العناصر اللي عندي. شوفوا البنات، حتى تندمج العناصر، يعني ماشي وتجي وتكبوا الماء وتجريو كلشي. انا نخدم غير بهذه الطريقه هذه، نقدر نحتاج الماء غير القليل. بالحق انا من الاول كنت مازال باغا نستعمل كاسين من الدقيق خالي من الجلوتين، خصني ندير كاسين ماشي كاس. انا دائما ملي كنبغيها كنخدم البطبوط يعني كنديرو بكميه كثيره باش ناكل منه ونحتفظ منه في المجمد. والله هاد البنات هاد البطبوط والله كيجي صحي وكيجي رائع وفي المتناول، لان منافع كثيره في هاد الخميره بلديه. انا ان شاء الله غدا نحط لكم في صندوق الوصف المنافع ديال الخميره البلديه والبكتيريا اللي فيها نافعه للذات عندنا، وخصوصا حنا السيلياكيين. علاش ما نرجعوش للعادات ديال اجدادنا، عادات ديال جداواتنا اللي كانوا من قبل كيعجنوا بالخميره بلديه، وحتى امهاتنا حتى هما كانوا حتى هما من قبل كيعجنوا بالخميره بلديه، ما كاين محسن منها. نبقاو نعجنوا غير بهذه الطريقه حتى نكملوا ان شاء الله. يعني العجين ديالي ما غاديش يحتاج الدقيق بكميه كثيره، حيت كنت ضفت في الاول الخميره بلديه. كنخدمو اللي عنده العجانه، يعني انا الصراحه ما بغيتش نبدها،
قلت يعني غادي نعجن دغيا بالزربه، يمكن اللي يخدم بالعجانه ولا يمكن يخدم بيدو، ما كاين حتى شي مشكل. بهذه الطريقه كنبقاو غاديين. دائما كنديروا هكا ايدينا في الماء في المرحله الاخيره، وكنبقاو ندلكوا هكا بالاصابع باش يرطاب عندنا العجين. الاضافه الاخيره وهي زيت الزيتون، غادا نضيف تقريبا هنا ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وغادا نحاول ندمج هذا الزيت باش يدخل ويرطب ليا بالطيبيطه ديالي. هذا الشيء اللي كان يعني بهذه الطريقه، طريقه سهله ومريحه وما كاين حتى شي مشكل. دابا هادي 9:30 دابا في الساعه، هيا ضرب الدبل المقانه كيف ما كتسمعوا. دابا ها هو العجين عندنا واجد، غادي نخليوه يخمر تقريبا 4 5 6 7 ديال السويع، يعني الوقت غادي تشوفوا نتوما الخميره متفاعله وغادي تشوفوها منتفخه، وان شاء الله غادي نتلاقاو من بعد التخمير ونوريكم طريقة الطهي ان شاء الله. بقاو معايا. سمحوا لي البنات، نسيت ما قلتش لكم هاد الخميره هذه اللي بقات عندي تقريبا 3 المعالق انا كبار، شنو غادي ندير؟ الا كنت معوله يعني باغا نعجن يعني الغد، غادي نضيف عليها الفرينه، ما كتش غادي نعجن بها، غادي نغطيها، والوقت اللي غادي نحتاجها غادي نكون يوم من قبل انني مختامراها. دابا حيت انا محتاجها غدا ان شاء الله، غادي نضيف فيها 2 معالق ديال دقيق بدون غلوتان، غادي نكتفي غير بالدقيق بدون غلوتان، وغادي نضيف عليها شويه ديال الماء دافي، وغادي نخلطها بهذه الطريقه، نحاول ما نخليهاش سائله، غير ندمج معها العصير. بالنسبه للثوم راني محيده كيف ما كتشوفوا، انا حيدته يعني ما خليتوش، لان المرحله الاولى اللي كتكون فيها الخميره بلديه يلا كنعجنوا بها كتكون عاطيه الرائحه ديالها. دابا من بعد ما غادي نعجنوا بها مرتين 3 المرات غادا تختفي هذيك الرائحه وما غاداش تبقى. دابا غادا نغطيها وغادا نحتفظ بها غدا ان شاء الله، ومني غنبغي نعجن بها غادي نوريكم كيف صبحات. دابا راه البكبوط ديالي خليته غطيته بالبلاستيك وغطيته بزويف، وغادا نخليه يختمر على راحته. يمكن لكم تشعلوا الفران وتطفيوه وديروا فيه العجين، هذه الطريقه حتى هي يعني كتسرع التخمير. الا كنتو مزروبين ما مزروبينش ماشي مشكل، يعني تمشيو تقضيو شغالاتكم بما اختمر عندكم الخبز. هذا الشيء اللي كاين البنات. السلام البنات، انا رجعت لكم مره اخرى من بعد ما اختمر عندنا العجين كيف ما كتشوفوا، يعني الخموريه اللي طالعه يعني طالعه كيف ما كتشوفوا في الصوره. كنعمل كرات صغار وكنمددهم بالدقيق الارز او اي دقيق خالي من الجلوتين البنات. وعموما انا درت وحيده هنايا، شفتها يعني واش العجين عندي مختمر ولا لا. من النتيجه الصراحه كانت رائعه، ولا هذا الخبز هذا ولا البطبوط الصراحه كيستحق التجربه البنات. الصراحه ما غاديش تندموا، والله البنات كيجي رائع وكيجي لذيذ، وبالخصوص هذيك يعني هذيك النسمه وهذاك المذاق ديال هذيك الخميره بلديه، ما نقولش لكم راها مفيده لكم ومفيده للذات ومفيده لوليداتكم. وعلاش البنات ما نرجعوش لهذاك الشيء المسائل القديمه اللي كانوا كيعملوا جداتنا وامهاتنا الله يحفظهم لينا. كيف ما كتشوفوا الفقاعات انا دابا رميت وحده اخرى، كيف ما كتشوفوا البنات هذوك الفقاعات اللي طالعين يعني تيبين بان راه العجين راه مختامر بواحد واحد النسبه كثيره. بالنسبه للعجينه البنات خليته 5 سوايع هو كيختامر، يعني تخليه على وقت ما بغيتو، الاختمار راه كيكون باين البنات.
ملي كتقلبوا السوبيره كتبان لكم العجين راه مختمر وراه طالع، مي انا حيت غطيته بالبلاستيك وعباش غطيته بالمنديل الصراحه مختمر واحد الدرجه ما كتصورش. يعني حصلت على نتيجه رائعه والحمد لله والشكر لله، هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. وحنا الحمد لله واخا سيلياكيين راه حنا ما محرومينش من اي حاجه. شفتوا البنات الانتفاخ ديال البطبوطه، الصراحه النتيجه كانت رائعه رائعه رائعه، وكانت تحدى اي وحده ما غتجربش هذا البطبوط وغادي ينجح معها ان شاء الله بالحق الا تبعت هذه الخطوات اللي انا عامله في الفيديو. ونكون ان شاء الله نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونكون مفيده لكم ان شاء الله، لان هذه الوصفات اللي كنحط لكم ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، لاني انا كنحط غير المفيد ويعني وماشي شي حاجه اللي متكرره، يعني غير الافاده لكم البنات لصحتكم وصحه وليداتكم وصحه عائلتكم. يمكن لينا هاد الخميره بلديه راه نخدموا بها حتى الخبز اللي فيه الجلوتين، الناس اللي ماشي سيلياكيين لا قدر الله، يعني الناس العاديين علاش لا ما نخدموش بها، نخدموها بها حتى العائله حتى هي علاش لا. الصراحه راها مفيده 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 البنات، مفيده مفيده بزاف. كيف ما كتشوفوا دائما اي بطبوطه يعني كنحطها في المقلاه، وبالنسبه للنار البنات خاصها تكون نار مرتفعه يعني باش البطبوط يطلع معانا ويتنفخ مزيان. الصراحه حصلت على بطيبيطات نتيجه رائعه، والانتفاخ ديال البطبوط بالخميره بلديه فقط وبدون جلوتين. والنتيجه النهائيه كيف ما كتشوفوا حصلنا على بطبوط بدون جلوتين بالخميره بلديه فقط، الصراحه جا رائع، جا كله محلول كيف ما كتشوفوا. انا غنفتح لكم واحده هنا تشوفوا النتيجه بعينيكم. هذه الصراحه مازال سخونه، المهم غادي نحاول نفتحها. شفتوا هي مازال سخونه. كنتمنى كم يعجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك، وما تنسونيش من التعليق في شيوة اخرى من شيوات ام ادم بدون جلوتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.